اجمل اطلاله كون كان تيسير لساعتي. السيد قال لك الله يسترك جاوبني على واش سقسيتك. قال لك انت الوحيد اللي هدرت عليها وما ذكرش السبب. الحاجه الاولى راه يهضر على البريزدير اللي هو الريح في المازوت، وجو بونس كون ماشي انا الوحيد هدرت عليها باسكو راه كاين لي تيك توكر ولي ميكانيسيان بزاف في التيك توك نورمالمون يكونوا يحكوا عليها، اللي هو الريح يسكن لك في المازوت وهو اصمت شيء قد يحدث لك، وايضا يكون اصمت شيء اذا سكن لك السيركوي تاع الماء السيركوي تاع الفرانات. المهم الريح شيء غير مرغوب فيه نهائيا في السياره. والسبب اللي خلاني ما ذكرش السبب تاع ذاك البريزدير انني الهدف من ذاك الفيديو درت الطريقه كيفيه الكشف على البريزدير، انني في السيركوي تاع المازوت استبدلته بسيركوي شفاف يعني تيويات ترونسبارو باش يشوف الريح وين راه. وفي الاخير علاش نقول لك بون فيزياس تاع صح، لقينا شق في الفلوتير تاع الريزرفوار. كي نقول لك شق صغير في الفلوتير تاع الريزرفوار ما طاحش على راسك كاع، اما لا شق صغير هو اللي كان مهبل السياره وعلى جنها تباعت وعلى جنها عاود جات عندنا شق صغير. ولكن هذا كله في ذيك الحاله اللي نهضر عليها اللي درت عليها الفيديو المره اللي فاز. اما انت راه يخصك التشخيص وراه يخصك الاسباب، وبهذا ما غاديش انا نقولها لك، غادي نمشي عند الشيخ تاعي هو اللي غادي اكسبليسي لك باسكو عنده خبره اكثر مني ومعلومات اكثر مني وقادر يوصل لك الفكره. الشيخ تاعي اللي هو الشيخ عبد الله صاحب صفحه ميكا سبور للسيارات الالمانيه، نمشيو عنده وان شاء الله يعطينا الجواب على هذا الاستفسار. تابعونا. الشيخ عبد الله، من الاعطال الخبيثه واللي كنقول لي بون فيزيز اللي تهبل البنادم اللي هي البريزدير في السيركوي تاع المازور، ما هي الاحتمالات اللي تكون واقع او سبب هذا البريزدير؟ هي البريزدير باش يجي لي بومب اللي فيهم لا بومب ايمرجي كما نقول لا بومب تاع ريزرفوار ما تخافش منهم، هذو كي دير كونتاكت الا عندك شي فويت ولا غادي تبان. بصح الواطا اللي عندهم لا بومب كيما هذه اللي بومبي بها البزاطه كيما حنا نقولوا كاع البزاطه، هذو اللي فيهم المشاكل. مرات قادر غير السيركوي تاع الريح هنا تكون عندك فويت ولا حاجه يدخل، ومرات قادر الريح تجي من الريزرفوار وتجي جايه. دروك هنا في الحاله باش تعرف انت السياره نتاعك واش غادي دير، كيما السياره هذه احنا بمثال عندنا ريح سواء في الانس اش دي ولا في الانكات اش دي، واش نديرو؟ قلع التيويات دير لها سيروم قرعه زوج تاع التيويات دير لها الي والروتور هنايا وشوف. الا درت السيروم ولو بروبليم هذاك راه سما البروبليم راه عندك منا للريزرفوار، والا درت السيروم وقعد البروبليم غير هو قعدت اللوطو تسكت يعني الريح راه هنا يكون ما بين البومبا هذه والفلتر غازوال والتيويات وين يدخلوا في لابومب، سما التيويات اللي يدخلوا ماشي اللي يخرجوا. دروك نقاطعك، شنو هو السيروم وش هي الفائده الاستعمال تاعه؟ الفائده نتاع السيروم باش لابومب باش الموتور يولي يجي من الريزرفوار ما نردوش يجي من الريزرفوار، نديمونطيو هنا نفرقوا الريزرفوار على الموتور، نردوا غير ريزرفوار هنا نديروا قرعه هنا في السماء لبيدو زوج تاع التيويات واحد الي واحد روتور. سما تبقى تشوف فيه فيزيالمون وتشوف المازوت. وتبقى تشوف الى اللوطو بالسيروم هنا ما سكتش سما قادر البروبليم يكون عندك في التالي، سوا كاين تيو راه مقطع لتحت سوا قادر في الفلوتير في حد ذاته يكونوا خربوا فيه. سلام حمادك لاباس؟ نزاري خبركم لاباس؟ اولا البروبليم يكون في التيو فيه فويت، كان جوان يكون سافا با قادر وين يدخل في الفلوتير وين يتراكوردا. بصح كاين اللي يقول لك كي يكون كاين تيو مثقوب يقول لك تيل ماشي تيل دخل الريح. كي تكون كاينه بومبا تاع ريزرفوار تدفع ماشي تجبد، هذه ما عندهاش بومبا تدفع. سما ما تقدرش تعرف لا فويت ابار اذا كانت عندك في الروتور. بصح اذا كانت اللوطو تبقى تسكت لك في الطريق لازم تتبع الريح اللي دخل، وباش تتبعها لازم تفرق باش تعرف الريح راها جايه من التالي ولا راها غير هنا عند الموتور. سما دير القرعه تاع السيروم. بالقرعه تاع السيروم كي دير القرعه بيدو تاع السيروم هنا تعرف روحك واش دير. هذا هو الحل نتاعها باش تعرف البريزدير اسكو الا كان راه عندك هنا في السيركوي ولا راه جاي من الريزرفوار. ولا كان في السيركوي عاود حكايه واحده اخرى. الا في السيركوي ولا حاجه اخرى، قادر لا بومب هذه يكون فيها فويت بلاصه تدخل فيها، قادر التيوات وين يدخلوا تاع لا بومب سا ديبون، قادر هنا راكور كيما هذا وين يتراكوردا يكون الجوان تاعها مقطع يهبلك. سما باش لازم تفرق هنا باش تعرف لا باني اللي راه عندك او نيفو الموتور ولا راه عندك او نيفو ريزرفوار. هذا هو التشخيص الصحيح في البريزدير باش تقبض الفويت وين راه. هذه هي وخاصة كاع الوضع اللي عندهم البزاطة سواء ان 4 اش دي ان 6 اش دي لي زونسيان ان 9 كاع اللي عندهم البزاطة باش تتبع لازم دير كيما. عقل عليها، كاين نوعين من السيارات، كاين اللي عندها البزاطة وكاين اللي عندها لابوم كافاش تاع الريزرفوار. هذه هي الطريقة الصحيحة لتشخيص البريزدير، كل واحد طريقته ولكن هذه هي الطريقة المعمول بها في ورشتنا. السلام عليكم.